يقول: هل من أكل من طعام الذي فيه لحم الإبل دون أن يأكل اللحم هل ينتقض الوضوء؟ وما الحكمة من انتقاض وضوء أكل لحم الإبل؟ إذا لم يأكل اللحم وإنما أكل من الطعام الذي فيه لحم الإبل فلا بأس ولا ينتقض وضوءه، لأنه لم يأكل لحم الإبل إنما أكل طعاما، ولو كان فيه طعام لحوم لحم الإبل لا بأس، ما يضر هذا. كما لو شرب مرقا من الإبل أو شرب لبنا من الإبل، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما النقض باللحم خاصة، لحم الجزور خاصة. وأما الحكمة فالله أعلم بها. نعم.